السلام عليكم، انا مصطفى جلال من فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف، هيبقى فلوج وهيبقى اول فلوج لي على القناه. هروح اشتري ادوات والوان رسم كانوا ناقصين يعني، وشويه خامات كده من مدينه الزقازيق. اللي ما يعرفنيش، انا من مدينه من القمح، محافظه الشرقيه. ان شاء الله هروح الزقازيق علشان اشتري الادوات اللي انا عايزها وشوية الالوان، وتابعوا معانا. يلا توكلت على الله، انا كده خارج ان شاء الله. يلا بينا نبدأ يومنا. انا وصلت الزقازيق اهو، هعمل المشوار الاول وبعد كده اطلع على المكتبه ان شاء الله. خليكم معانا. دلوقتي انا خلصت ورايح على المكتبه. احنا غيب عن الزقازيق فترة، اجي اليوم بينظفوها. الزقازيق بتنضف يا جماعة. انا دلوقتي رايح اركب مواصلات عشان اروح البيت. يلا بقى، سلام. احنا دلوقتي في نهايه الفلوج ووصلنا البيت، وانا ارتحت بقى وغيرت هدومي وكده. قلت ما اطلع عشان فيديو اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها. انا اشتريت الوان اكريليك. زاد فتحت اهي.
وفرشة زيرو عشان التفاصيل. واشتريت قلم تحبير وسكتش سكتش كانسون. توم وسكتش ربع. وفرخ رمادي مقاس ربع برضو. وقماشة علشان اعمل توال. واعرفكم في فيديو ان شاء الله ازاي تعملوا توال او كانفس. وجبت اخيرا ورق كرافت. ورق كرافت عشان السكتشات. وانا كان معايا باليتا. فانا ما جبتش باليتا عشان كان معايا باليتا عشان ادمج عليها الالوان. وفي نوعين من الباليت دي ودي اللي انتوا عايزين تشتروها. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون اليوم عجبكم والفلوج عجبكم. وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد طبعا. ولايك وكومنت على الفيديو برأيكم. وعايزين نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.